وللتعليق على خبر تحالف باعتراض الدفاع الجوي السعودي لهدف جوي معادي أطلق باتجاه جدة، ينضم معنا عبر الهاتف الباحث السياسي اللواء الدكتور محمد القبيبان. لواء محمد، صباح الخير. يعني كيف تفسر بداية هذا الاستهداف أو هذه المحاولة من قبل الحوثيين لجدة؟ يا أهلا وسهلا فيك وصباح النور. يعني في ظل هذه التحركات الدبلوماسية، ونحن رأينا اليوم أنه التقى المبعوث الأمريكي بسمو ولي العهد وإدارته، يعني في رأيي أنا أنه هو يؤكد على عدم رغبته إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذه نقطة. سمو ولي العهد في لقاء التلفزيوني الأخير تحدث على أنه اليمني أو الحوثي بالعربي إلى يعني نأمل أن يرجع إلى عروبيته وإلى يمنيته وأن يجلس معنا إلى طاولة المفاوضات. فبهذا التصرف هو ينسف كافة العمليات السلمية وكافة المبادرات وكافة المحاولات، سواء حتى الآن يعني هنالك حراك تم لقائهم في عمان، تم يعني إرسال رسائل من قبل العديد من الدول التي تحاول أن تجلس أو تجبر الحوثي على طاولة المفاوضات لإيقاف هذا النزيف في هذه الحرب، التي يعني في الحقيقة لا يريد أن يفهم الحوثي بأنه هو خاسر هذه الحرب، وإنما يريد أن يوصل الشعب اليمني من يواليه إلى أدنى المستويات. فهذا التصرف سيد خالد أنا أعتقد أنه يعني يؤكد للعالم عدم رغبة للسلام. هذا أولا. النقطة الثانية، ماذا سيستهدف في جدة؟ جدة مدينة صناعية لها ميناء، ويعني ليس لها أي علاقة في المجهود الحربي. هو يوصل رسالة أبعد من كذا، لأنه إذا استطاع أن يصل إلى جدة فهذا يعني هو قريب من مكة. في هذه الأيام الفضيلة التي يعني ولله الحمد جائحة كورونا تم يعني تخفيف بعض القيود لوصول المعتمرين لأداء العمرة، فهذا يؤكد على أن رغبته في استمرار يعني إرسال رسائل تهديدية للعالم الإسلامي. لاحظ أنها جدة والجميع يعرف المسافة ما بين جدة ومكة في ظل هذه الظروف، ونحن قادمين الآن إلى العشر الأواخر في رمضان. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بوصول هذه الصواريخ إلى مدينة جدة تؤكد أيضا أن الدولة الداعمة للحوثي ليس لديها رغبة. سمو ولي العهد تحدث في مقابلته الأخيرة، نحن نريد أن نعيش بسلام مع إيران ونرغب بأن إيران تزدهر وتعود العلاقات، ولكن هذه أيضا رسالة من الجانب الإيراني بأنه لا يريد السلام مهما حاولت أو مهما كان هنالك نوع من التنازلات. هم يريدون هذه الفوضى تستمر في المنطقة، لهم أطماع سياسية، لهم أطماع بعيدة المدى، ولكن ولله الحمد. النقطة الرابعة والأخيرة، نشكر قوات دفاعنا الجوي في استبسالها للوقوف بكل يعني بكل مرصاد لهذه الصواريخ التي أنا أراها عبثية. قواتنا البحرية قبل كم يوم سيد خالد أوقفت زورق مفخخ جهة ينبع، فمعناته أن هنالك محاولة الاستمرار في نسف كافة العمليات السلمية وكافة المطالبات الدولية للجلوس إلى طاولة المفاوضات والبحث عن يعني ليس نقول لمخرج، ولكن مخرج له هو شخصيا قدمت دول التحالف بما فيه الكفاية، وأنا أعتقد هذا لا يريد أي نوع من السلام. أشكرك من الرياض الباحث السياسي اللواء الدكتور محمد القبيبان، شكرا جزيلا لك.